جهز هذا الفيلم بالاستفادة من مؤلفات الكاتب المسلم هارون يحيى. مؤلفات هارون يحيى تستهدف جميع الناس في هذا العصر، وتبين حقيقة الإسلام، وتنقض فلسفة الإلحاد بشكل رئيس. وهذه المؤلفات التي يزيد عددها على 180 مؤلفا مع الأفلام الوثائقية التي تستند إليها، ترجمت إلى الإنجليزية والألمانية والروسية والفرنسية والإسبانية والعربية، وتتابع بدقة في جميع أنحاء العالم. يرقد في كل قبر من هذه القبور أحد الناس الذين كانوا مثلكم تماما. ربما كان هؤلاء أيضا قبلكم يشاهدون التلفاز كما تفعلون أنتم الآن، وكانوا يستيقظون صباحا، يغسلون وجوههم، ويفطرون ويذهبون إلى أعمالهم أو مدارسهم. كان لكل منهم في وقت ما أقارب يحبونهم، وأسوة من الناس يقتدون بهم، وكانت لهم مساكن وسيارات وفواتير يطلب منهم دفعها. كانت لهم أوقات خاصة يحتفلون فيها بأعيادهم ومناسباتهم، وربما لم يخطر في بالهم أنهم كما كانوا يحتفلون بيوم ميلادهم، فسيأتي من يتذكر يوم وفاتهم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. الكون الذي نعيش فيه ذو سعة ونظام يصعب على عقل الإنسان استيعابه. يعتقد وجود 3000 مليار مجرة في الكون، ومجرتنا درب التبانة واحدة فقط من هذه المجرات. ومجرتنا لوحدها فيها 250 مليار نجم تقريبا، وما الشمس إلا نجمة واحدة منها. وبتعبير آخر، هناك في الكون نجوم أكثر من عدد الرمال، وما شمسنا إلا حبة رمل واحدة بينها. أما الأرض التي نعيش عليها فحجمها أقل من حبيبة واحدة من هذه الرمال،
فماذا يكون حجم الإنسان في هذه الأرض أمام هذا الكون الفسيح الهائل؟ ولكن الإنسان يرى نفسه شيئا كبيرا بكبرياء وغرور دون أن يفكر بكل هذا، ينسى أنه مخلوق عاجز خلقه الله تعالى، وأنه سيموت يوما ما ويحاسب بين يدي الله عز وجل. فتراه يحرص على المتاع الأرضي حرصا كبيرا، رغم أن الأرض كلها ليست شيئا في هذا الكون. ولكن الإنسان رغم غروره وحرصه على مفاتن دنياه، فإنه سيموت قريبا ويدفن في زاوية منسية في هذه الأرض الصغيرة. وقبل أن يرتحل إلى الدار الآخرة يريه الله تعالى عجزه المؤكد، فإن لم يمت في سن الشباب فأمامه ضعف يعيشه في شيخوخته وهرمه. أكثر الناس ينغمسون في صخب الحياة اليومية، والوقت يمضي سريعا في هذه الغفلة، وتمضي الأيام والأشهر والسنون كطرفة عين. والإنسان أيضا يشيب بسرعة مع الزمن، إلا أن الناس كثيرا ما يحاولون نكران هذه الحقيقة، يظنون أنهم لن يهرموا أبدا، ولكن أيام الشباب التي يظنون أنها لن تنتهي قصيرة جدا. ما من أحد إلا ويعلم أن كل إنسان لا بد من أن يهرم يوما ما، ومع ذلك يتصرف وكأن هذا الأمر لا يعنيه أبدا. تغره نفسه فيأنف تصور أنه سيكون يوما ما شيخا ضعيفا عاجزا بلا حول ولا قوة. في الصورة التي ترونها شابان يملكان وجها نضرا وبشرة مضيئة وأسنانا لامعة، إلا أن هناك أمرا مهما آخر. هاتان الصورتان التقطتا في عام 1955، هذان الزوجان لم يخطر في بال أي منهما الشيخوخة عندما التقطا هذه الصورة. ولكن مضى على الصورة اليوم ما يقارب 50 عاما، ولم يبق لهما من نضارة الشباب أي أثر. الزمن يقضي على كل شيء، وهذا من قوانين الحياة. برتقالة لذيذة طيبة مثلا، ذات رائحة فواحة تتلف مع مضي الزمن. تفاحة تفسد في وقت قصير. جمال الإنسان أيضا ذهابه سهل جدا. البشرة هي أهم العناصر التي تشكل جمال الإنسان. تفقد البشرة نضارتها بتقدم الزمن، حيث ترق وتتدلى. البشرة التي كانت مضيئة ناعمة في سني الشباب تتجعد مع الهرم،
تفقد حيويتها لتمسي مثل التراب الجاف. بشرة الشاب نضرة، حين تضغط بأطراف الأصابع عليها وعند رفع أصابعك عنها ترجع إلى حالها، غير أن بشرة الشيخ تبقى متجعدة هكذا. يشيب الشعر ويتساقط مع الهرم. والأنف والأذنان مثلا تتدلى مع الزمن. ليس المظهر الخارجي هو الذي يشيخ فحسب، بل تهرم حواس الإنسان كلها أيضا، وذلك لعدم تجدد الخلايا العصبية. كلما تقدم العمر بالإنسان فقد شيئا من حواسه، وكلما كبر المرء قل سمعه وضعف بصره. والخراب الذي يظهر في جسم الإنسان الهرم مثال صارخ على فناء الحياة الدنيا. المشهورون الذين عشقهم الناس لمظهرهم الخارجي في سني الشباب، الفنانون، نجوم السينما والسياسيون، يصبحون مختلفين في فترة شيخوختهم ويفقدون نضارتهم وقوتهم تماما. على سبيل المثال، الرياضي الذي اشتهر بالقوة والنشاط يمكن أن يصل في كبره إلى حال يصعب معه أن يحرك يديه ورجليه. هؤلاء المشهورون الذين ترون صورتي شبابهم وشيخوختهم يوثقون فناء الحياة الدنيا. أنتم أيضا ستصبح بشرتكم يوما ما كهذه تماما، وستواجهون عند نظرتكم في المرآة منظرا كهذا. الشاب في غمرة الآمال العريضة والتخطيط للمستقبل يمكن أن يتعرض لمرض يودي بحياته. ملايين الناس في أيامنا يموتون في سن الشباب بسبب أمراض كالسرطان أو نقص المناعة أو ما شابههما من الأمراض التي لا دواء لها. هناك فيروسات كثيرة لم يتوصل إلى علاج لها حتى اليوم، ويمكن لفيروس صغير أن يتسبب في موت الإنسان. ليس لدى أي إنسان أمان من مثل هذه الأمراض في يوم من الأيام. على سبيل المثال، يمكن أن يتمزق عرق صغير في المخ دون سبب واضح. هذه البقعة الصغيرة التي تشاهدونها في الصورة الشعاعية تبين تمزق عرق في المخ.
تمزق هذا العرق الصغير سبب إعاقة كبيرة في الدماغ، فضغط الدم الزائد في الدماغ يميت خلايا المخ، ويمكن أن يحكم على الإنسان بالعيش باقي حياته مشلولاً أو معوقاً أو فاقد الذكاء أو الذاكرة. الصورة التي تشاهدونها مثلاً لطلاب الحقوق في جامعة كامبريدج. كان للطالب جيرمي كاوز آمال كبيرة للمستقبل، وفي يوم من الأيام وأثناء دراسته في غرفة أستاذه ساء حاله وسقط أرضا. نقل إلى المشفى مباشرة. كان قد تمزق عرق في دماغه مما أدى إلى نزيف دماغي كبير. أجرى له الأطباء عملية جراحية فورا، ولكنه حدث تخريب كبير في دماغه وفقد ذاكرته القريبة كلها، وانتهت أحلامه في أن يصبح محاميا، وفقد مكانته الدراسية، وصار ينسى كل ما يراه ويسمعه تماما بعد 5 دقائق. لهذا السبب كان يضطر لتسجيل كل شيء يفعله على المسجلة، حتى أنه يضطر إلى سماع التسجيل ليتذكر هل تناول طعامه قبل 5 دقائق أم لا. فبينما كان يخطط ليصبح محاميا ناجحا، صار فجأة إنسانا عاجزا يحتاج إلى عناية ومساعدة، ولا يتذكر ما الذي فعله قبل 5 دقائق. هذه الصورة لشاب عمره 21 عاما يسمى هنري. كان طالبا ناجحا عندما التقطت له هذه الصورة، وحينما تجاوز سن 40 وكان أبا لطفلين ورجل أعمال ناجحا، شعر في صباح أحد الأيام بخدر في وجهه، وعند مراجعة الطبيب علم بوجود مرض السرطان في الطرف الأيسر لوجهه. وفي مدة قصيرة أحاط السرطان بعينه اليسرى تماما. أما التي ترونها على الشاشة فهي اليابانية توشيكو سوزوكي التي كانت تاجرة ناجحة في أسرة سعيدة، ولكن مرضا خبيثا ألم بها وحدث لها خراب كبير في دماغها. فبينما كانت قبل يوم تاجرة غنية مغرورة، أصبحت عاجزة عقليا بعد إصابتها بهذا المرض، ووصلت إلى وضع لا تستطيع معه القيام بأبسط حاجاتها الضرورية. لم يبقى أي معنى لجميع ما كرسته لمكانتها طوال حياتها، لقد فقدت ذاكرتها مع ذكرياتها. يجب على الإنسان تجاه هذه الحقائق أن يفكر مليا، وسيصل إلى أنه لا معنى للتعلق بالدنيا، ويجب أن يعلم أن الأشياء التي يملكها ما أعطيت له في الحقيقة إلا على سبيل الاختبار. الله تعالى هو الذي خلق الإنسان، وهو وحده الذي يحميه من الأخطار. وإذا مرض الإنسان وبدت في جسمه نواقص، فذلك تذكير من الله بعجز الإنسان، لأن الدنيا خلقها الله تعالى دار ابتلاء. وفي مكان الامتحان هذا كل الذين يتصرفون بما يرضي الله عز وجل ويتخلقون بالأخلاق الحميدة كما أمرهم ربهم يفوزون بجنات عدن خالدين فيها. وأما المستكبرون الذين يختارون سني الدنيا المعدودة ويفضلونها على الحياة الأبدية الخالدة، فلن يتخلصوا من النواقص والعجز والمشقة في الدنيا والآخرة.
ليست الأمراض فقط هي الأخطار التي تتربص بالإنسان في الحياة الدنيا. من الممكن أن يفقد الإنسان حياته أو يبقى عاجزا نتيجة حادث ما. الصحف مليئة بأخبار الحوادث كل يوم، والذين تناولتهم هذه الأخبار ربما لم يخطر في بالهم قبل موتهم بقليل أنهم سيموتون. وفي غمرة انشغالهم بالآمال العريضة التي خططوها لمستقبلهم القريب، وفي صخب الحياة اليومية، اختطفهم الموت بأي سبب. ومن المحتمل أيضا وجود كثيرين لا يتوقعون موتهم من بين المشاهدين لهذا الفيلم أيضا، خاصة الشباب. ربما تكونون أنتم أيضا منهم. ربما كان هذا الفيلم قبل وفاتكم يذكركم بالموت ويذكركم بالآخرة التذكير الأخير. العجز الذي يواجهه الإنسان في حياته اليومية دليل فناء الحياة الدنيا وعبورها. من الضروري نظافة هذا الجسم وتغذيته وراحته باستمرار. الناس المغرورون بأناقتهم ليسوا كذلك أبدا عند استيقاظهم من النوم. يرى قسم كبير من الناس هذا النقصان الذي ذكرناه على أنه نقص طبيعي جدا، لا يفكرون أنهم مخلوقون يعانون من النقص والعجز إلى هذا الحد، وأنهم يحتاجون إلى رعاية ونظافة دائما. ولو أراد الله فلن يكون في الإنسان أي عجز أو نقص. الكائنات الأخرى ليست محتاجة مثل الإنسان، فهذه الوردة على سبيل المثال مع انبثاقها من طين أسود وعدم علمها بالنظافة والرعاية نظيفة وذات رائحة فواحة. لو أراد الله لكان الإنسان في كل لحظات الحياة نظيفا كالوردة، أو كان ممن لا يمرض، أو لا يعرف معنى للألم والعذاب أبدا. إلا أن الإنسان خلق عاجزا ضعيفا محتاجا إلى رعاية خاصة ليعرف عجزه. كل شيء خلقه الله في دنيا الامتحان محكوم عليه بالهرم والانتهاء. النعم الحقيقية الخالدة عند الله فقط. يذكر الله تعالى للناس في سورة الحديد الوضع الحقيقي للحياة الدنيا بقوله: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
هناك دليل آخر على مرور الحياة الدنيا إلى جانب المرض والعجز والهرم، الكوارث الطبيعية. العالم تجاه خطر كبير يحتمل أن يأتي من الفضاء، الشهب والنيازك. كوارث كهذه حدثت من قبل. هذه الصدمة سببت انقراض نسل الديناصورات حسب أقوال العلماء. يمكن أن تصدم النيازك الجديدة أرضنا في أي لحظة. بقي سؤال واحد فقط، متى؟ هذا الخطر الذي ينتظره عالمنا هو الذي أثار انتباه أحد الكتاب، فصارت فكرته مصدر واحد من الأفلام المشهورة. في الفيلم المسمى أرماجيدون عرض المخرج لنا كيف يكون حال الأرض في انهيار كبير من شهب تبتلع مدنا بأكملها. وجسدت هذه الفكرة في فيلم ديب امباكت، أي الضربة العميقة أيضا، حيث تتشكل الأمواج العاتية بعد سقوط نيزك بضربة عميقة في المحيط. هذه السيناريوهات ليست مجرد فرضيات، لأن أرضنا هذه في مواجهة هذا الخطر في أي لحظة. فلو قسنا حجم أرضنا بتفاحة لكانت القشرة الأرضية التي نعيش عليها قدر قشرة التفاحة، فالطبقة التي نعيش عليها رقيقة وضعيفة جدا، ويمكن أن تمزقها ضربة صغيرة آتية من الفضاء. الأخطار ليست فقط من الفضاء، بل تحت أقدامنا أيضا. هناك تحت القشرة الأرضية التي نعيش عليها طبقات الماجما التي تبلغ حرارتها آلاف الدرجات.
تخرج الماجما إلى السطح أحيانا نتيجة البراكين. أرضنا في الحقيقة معرضة لأمور كثيرة. كذلك الجبال العظيمة تتفجر من تأثير الضغط البركاني الآتي من جوف الأرض. لا مهرب للإنسان من هذه الكوارث. يمكن للزلازل أن تهدم مناطق سكنية في لحظة واحدة. المنشآت الكبيرة والمدن التي يتفاخر بها الناس والتي نظمت بإتقان تتحطم في لحظة واحدة. يحدث على وجه الأرض زلزال كل دقيقتين تقريبا، إلا أن أكثر هذه الزلازل خفيف ولا يدرك من قبل الإنسان. وإذا أراد الله تعالى وكل أمر هين عليه، فزلزال واحد شديد كاف لأن يؤثر على الكرة الأرضية كلها ويكون السبب لنهاية الحياة عليها. مع ذلك فالتشققات التي في قشرة الأرض والفراغات بين طبقاتها، كل ذلك مناسب لأقصى حد لحدوث الزلازل. اعتقد بعض الناس أنه بإمكانهم منع كوارث كهذه بواسطة الدراسات الحديثة والتقنيات المتطورة، إلا أن الجهود المبذولة في مواجهة الكوارث الطبيعية لم تأتي بفائدة تذكر. أقرب مثال إلى هذا الزلزال الشديد الذي حدث في مدينة كوبا اليابانية عام 95 و900 وألف. مدينة كوبا التي أنشأها اليابانيون بتقنية مقاومة للزلازل انهارت بهذه الهزة وكأنها كانت مصنوعة من الورق. اليابانيون الذين أنفقوا مليارات الدولارات في التجارب التي أجروها لإنشاء نظام يعطي دلالة عن الزلزال قبل حدوثه، جاءهم زلزال من حيث لم يحتسبوا. الأبنية التي قالوا عنها تتحمل أشد الزلازل هدمت وانهارت وكأنها كانت من الورق. أحيانا تفتح الزلازل طريقا لكوارث أخرى غير متوقعة. الزلزال الذي يحدث في قاع المحيط يكون سببا في تشكيل أمواج ضخمة للبحر المسمى سونامي. هذه الأمواج تدمر شريطا ساحليا بأكمله. الأثر المدمر للأمواج يصل في بعض الأحيان إلى حد الدهشة. يتجاوز علو الأمواج 30 مترا، يظهر فجأة دون أن يعرف أحد ما هو.
مئات الآلاف من الناس عبر التاريخ فقدوا حياتهم بسبب هذه الأمواج. موجة واحدة كهذه يمكن أن تهدم المدن الساحلية جميعها. المشاهد التي سترونها بعد قليل التقطت بالكاميرات الموجودة في كراج هذا الفندق المقام على ساحل البحر. بعد قليل ستضربها موجة ثانية. حوادث الغلاف الجوي كالزوبعة والإعصار من الكوارث التي تحدث على وجه الأرض باستمرار. هذه الرياح المرعبة قوية في بعض الأحيان إلى درجة أنها تودي بالمنازل والمنشآت والأشجار وأعمدة الكهرباء والسيارات والناس. الناس تجاه أثر الدمار الذي تحدثه الأعاصير لا حول لهم ولا قوة. تتحطم مدينة حديثة بعاصفة شديدة واحدة. يمكن أن تتحول اليخوت أو الفيلات التي يتفاخر بها الإنسان إلى مجرد نفايات. ويمكن أن تتسبب أمطار غزيرة بفيضان الأنهار فتزيل أمامها كل شيء في وقت قصير جدا. ويمكن أن تتسبب أمطار غزيرة بفيضان الأنهار فتزيل أمامها كل شيء في وقت قصير جدا. ملايين الناس عبر عهود التاريخ المختلفة فقدوا حياتهم نتيجة كوارث طبيعية، وأكثر هؤلاء الناس كانوا غالبا من الذين لم يفكروا أبدا أن حياتهم يمكن أن تنتهي بهذه الطريقة. والمهم أخذ العبر من هذه الكوارث التي تعد كل واحدة منها إنذارا حكيما يذكر بالموت ويدل على قصر الحياة الدنيا. يجب على الإنسان أن يتفكر بهذه الكوارث وأن يعلم أن الدنيا لا تستحق هذا التشبث بها، وأن يفهم أنه لن يعيش فيها إلى الأبد. التاريخ مليء بمئات الوقائع التي تدل على قرب الموت وفناء الحياة الدنيا. عام 12900 هو العام الذي وقعت فيه حادثة فيها الكثير من العبرة، وكانت أكبر كارثة بحرية في التاريخ. كانت سفينة تايتانيك التي هي أكبر وأرقى سفينة أنشئت إلى ذلك الوقت، توصف بأنها فخر الصناعة الإنجليزية. كان علو السفينة 55 مترا وطولها 75.2 متر، وقد جهزت بتقنيات عالية. كثير من الناس كانوا يقولون في شأن سفينة تايتانيك بأنها السفينة التي يستحيل غرقها، إلا أن السفينة ما لبثت أن اصطدمت في أول رحلة لها بجبل جليدي ففلقها نصفين.
غرقت السفينة بشكل رهيب في مياه الأطلنطي. أصبحت هذه الكارثة موضوع فيلم بعد 90 سنة. لم ينجو من بين 200 و2000 مسافر في السفينة إلا 700 شخص فقط، وفقد 1500 شخص حياتهم غرقا في المياه الجليدية. وبسبب ثقتهم بالسفينة وأن غرقها مستحيل، لم تؤخذ سوى معدات احتياطية قليلة جدا. كان بين الغرقى أغنياء وذو نسب رفيع في إنجلترا. هذه الحادثة أوضحت مرة أخرى للناس بأنه لا يمكن مقاومة ما قدر الله عز وجل. فاجعة تايتانيك عبرة تاريخية توضح للمتكبرين بغناهم والناسين أن الله تعالى صاحب القدرة المطلقة. كيف يمكن لهم أن يلقوا مثل هذه الكوارث؟ ومثال مشهور آخر للطاغين بالإمكانيات التي مدهم الله بها ثم دمروا بعد ذلك مباشرة، شعب مدينة بومبي التاريخية. فحسب المؤرخين كانت سفوح جبال فيزوف مغطاة بالحقول قبل 2000 سنة، وأقيمت بومبي بين البحر وهذه السفوح الجبلية، واختيرت المدينة غالبا من قبل الرومانيين الأغنياء. كانت حياة الترف والانحراف مسيطرة على بومبي، وكانت مدينة هيركولانيوم المجاورة شبيهة بها تماما. لكن بركانا من أشهر الانفجارات البركانية في التاريخ أنهى وجود هذه المدينة الجميلة. الحياة المنحرفة لسكان تلك المدينة التي تحجرت بنار البركان ترى بكل تفاصيلها إلى يومنا هذا. لم يؤمن الثراء أي فائدة لأصحاب الحضارة الذين عاشوا قبل 1000 سنين. إن آثارهم باقية عبرة لمن بعدهم. الله تعالى قادر في كل لحظة وفي أي مكان أن يذيق الظالمين أشد من هذا الدمار. يذكر الله تعالى في سورة الروم بوجوب أخذ العبرة من شأن الأقوام السابقة بقوله: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هناك حقيقة مهمة جدا يجب التفكير بها إلى جانب المواضيع التي بحثنا فيها حتى الآن، ألا وهي موت الإنسان نفسه.
أكثر الناس يتهربون من التفكير بالموت، لا يفكرون أنه سيأتي يوم لن يعيشوا به في هذا العالم، غير أن الموت محيط بالناس من الجوانب كلها. سيموت طوال هذا الفيلم 60 شخصا تقريبا في دولة كتركيا. لا يعتبر الناس بالموت كثيرا في حياتهم اليومية. يستخدم الموت في أيامنا كعنصر إثارة في الأفلام، غير أن الموت في الحقيقة هو النهاية الفجائية التي لا مفر منها لأي إنسان، غير أن الموت هو النهاية الحتمية. الموت أكبر حقيقة من حقائق الدنيا. عاش ملايين الناس وماتوا إلى يومنا هذا. كل واحد من هذه الهياكل التي تشاهدونها كان شخصا مثل أي واحد منكم تماما. كانت لهم آمال وأسر وأهداف مستقبلية، ولكن لم يبق الموت منهم إلا بقايا عظام في متحف. لا يعيش في أيامنا غالبا الناس الذين كانوا يعيشون على وجه الأرض قبل 100 عام. وبعد أكثر من 100 عام سيكون جميع الناس الذين يتابعون هذه المشاهد قد ماتوا. ليس هم فقط، بل جميع الناس من معارفكم والذين لا تعرفونهم، أحبابكم والذين لا تحبونهم، وأنتم أيضا ستموتون كذلك، لأن كل حركة ثانية في ساعة اليد أو ساعة الجدار تقربكم إلى وقت موتكم أكثر. في الواقع المفهوم المسمى بالزمن عد تنازلي إلى اليوم الذي يموت فيه الإنسان. على سبيل المثال، كل إنسان يتابع هذا الفيلم قد عين له في هذه اللحظة كم بقي من عمره من أيام وساعات ودقائق وثوان. العد التنازلي يقترب نحو ساعة الصفر مع كل لحظة، وفي النهاية تأتي اللحظة التي لا مفر منها وينتهي العد التنازلي. يتوقف القلب الذي كان ينبض في صدوركم منذ سنين، وينتهي آخر نفس لكم. يأتي الموت ويفاجئ، وتسري البرودة إلى أجسادكم سريعا. تشاهدون على الشاشة الآن المشاهد التي التقطت بالكاميرا الحرارية التي تبين برودة الجسم بعد الموت. تنخفض حرارة الجسم بسرعة، ويغطي الموت البدن كله. يجب ألا ننسى أن الحياة الحقيقية للإنسان هي التي ستستمر إلى الأبد، وهي التي تبدأ بمجرد الموت. كل إنسان سينبت بخلق جديد بعد الموت، ثم يحاسب بين يدي الله عز وجل. الذين أتوا الله تعالى بقلب سليم، والذين كانوا يعبدونه حق عبادته، والتائبون إليه بعد الندم على ذنوبهم، أعدت لهم جنات النعيم. أما الذين تفاخروا بزينة الدنيا الفانية وقدموها على رضا الله عز وجل وعلى الآخرة، فأعد لهم عذاب أليم لم يتوقعوه. فإذا على الإنسان ألا يغتر بزينة الدنيا الزائلة، فليست زينة الدنيا هدفا للإنسان، وما هي إلا وسيلة لهدف.
أما غاية الإنسان القصوى فهي عبادة الله تعالى الذي خلقه ووهبه أنواع النعم جميعها وابتغاء مرضاته. يجب على الإنسان أن يعرف أن كل شيء على وجه الأرض فان، ولا يبقى إلا الله تعالى. يبين الله تعالى هذه الحقيقة بقوله: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بحثنا في هذا الفيلم عن حقيقة الحياة الدنيا، ووجدنا بالأدلة الواضحة أن هذه الدنيا زائلة، وأن كل شيء في الدنيا له نهاية، وللإنسان نهاية أيضا، ولا شك أن كل نفس ذائقة الموت، ويرحل الإنسان إلى الآخرة تاركا وراءه كل شيء كان يملكه في هذه الدنيا. حرص الإنسان على المطامح من زينة الدنيا الفانية، وترك الدين بسببها، والعيش بحياة ملؤها الخوف والتوتر والطمع، كل هذا أوقع الإنسان في أكبر خسارة. يجب على الإنسان أن يسلم وجهه لله عز وجل، ويطمئن إليه، ويعيش بالأخلاق الحميدة التي أرشده إليها، أن يكون متواضعا تجاه الآخرين، متسامحا كريما، وأن يتصرف بصدق وعدل وإخلاص وإيثار. والإنسان الذي يتخلق بهذه الأخلاق الحسنة ويتخلص من النهم والجشع والطمع والأنانية، سينال بهذا السعادة والفوز والفلاح. فجوع النفوس هو الجوع الذي عجزت عن سده هذه الدنيا وما تسع. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ربما كان هذا الفيلم قبل وفاتكم يذكركم بالموت، ويذكركم بالآخرة التذكير الأخير.